ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم لسماع الغناء عندما كان يرعى الغنم، وسمع صوت مزمار ورقص وغناء، فأراد أن يذهب، فذهب وأمر زميله الراعي الذي كان معه بأن يبقى على الغنم ويتابع الغنم، وهو ذهب ليستمع إلى الغناء، فإذا به عندما قبل عندما يصل إلى المكان ينام ولا يدرى إلا والشمس قد طلعت عليه. وتكرر ذلك مرة ثانية في اليوم التالي. يقول على أن هذا القول قول غير صحيح، ويذكر على أنه العلماء الأكثر معنا في المذهب، وطلع له شيخنا يدرى بهذا الموضوع، على أن العصمة للأنبياء قبل وبعد النبوة، معنا على أن العصمة للأنبياء قبل وبعد النبوة، وهذا لا يتناسب مع عصمة الأنبياء، وأن هذا القول قول ضعيف ولا يصح ولا ينبغي روايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة بعيدة تماما عن الجاهلية وأهوائها وطبعا ما كانت عليه من الفساد. فهذا القول لا ينبغي أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وأن هذه الرواية رواية غير صحيحة.